أسعد الله مساكم بالخير متابعينا، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة مضمونة وبسيطة ومفيدة في النتائج. وصفة كتير سهلة وما رح تتعبك في التركيب. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو أدعوكم بعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل فيديو جديد من قناتنا. وصفتنا اليوم نتائجها مضمونة وسريعة المفعول من أول استخدام لها، ورح ترى كتير نتيجة مدهشة. مكونات الوصفة: 4 جرام من الحبة السوداء أو حبة البركة، 4 جرام بذور الكرفس، 4 جرام بذور الكتان، 7 جرامات نبق مطحون، 10 جرامات الدخن المطحون، 7 جرامات لوز، 1 معلقة زيت السمسم، 2 معلقة كبيرة عسل نحل طبيعي. وإليكم طريقة التركيب. ولكن قبل أن نبدأ أرجو منك أن تضغط لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل فيديو جديد من قناتنا. طريقة التركيب: نقوم بخلط 4 جرامات من حبة البركة مع 4 جرامات بذور الكرفس مع 4 جرامات بذور الكتان مع 7 جرامات من النبق المطحون مع 10 جرامات من الدخن المطحون مع 7 جرامات من اللوز. اخلطهم جيدا، ثم ضعهم في المطحنة الكهربائية واطحنهم طحنا جيدا ليعطوك بالنهاية مخلوط بودر ناعم. بعد الطحن الجيد قم بوضع المكونات كاملة في إناء، ثم ضف عليها 1 معلقة كبيرة من زيت السمسم وقلبه جيدا، ثم ضيف عليها 2 معلقة عسل نحل طبيعي وقلبهم تقليبا جيدا حتى يمتزج المكون مع زيت السمسم وعسل النحل الطبيعي. وتقوم بعمل حبات صغيرة من المكون تكون سهلة التناول. هاي الحبات بتتناول منها حبة بعد الإفطار وحبة بعد الغداء وحبة بعد العشاء. ترى نتيجة كتير مدهشة تستعيد شبابك، وفي الليل نتيجة فوق الخيال. الاستمرار عليها لمدة أكثر من 15 يوم بيعطيك نتيجة مبهرة. وقبل أن تغادر الفيديو أترك لنا بصمتك، لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل فيديو جديد من قناتنا. مع تمنياتي لكم بصحة والتوفيق.